السلام عليكم. الصين اقتربت كثيرا وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من اجتياح تايوان. هذه المرة أصبحت الأمور خطيرة للغاية، وذلك بعدما جاءت تصريحات قادمة من الجيش الصيني اليوم بشكل واضح بأننا مستعدون للقتال ومستعدون للدفاع عن أنفسنا وعن أمننا القومي، وكذلك للتصدي إلى أي اعتداء ممكن أن نتعرض له. هذه التصريحات القادمة من الجيش الصيني هي تأتي بعد مناورات صينية خطيرة تأتي قريبة من تايوان، استمرت لمدة 3 أيام، بدأت يوم السبت وانتهت اليوم الاثنين، وجاءت هذه التصريحات. تدربوا على الاقتحامات، على الإنزالات، على الضربات بالطائرات وغيرها الجوية. ما الذي اختلف في هذه المناورات؟ كثيرة مثل هذه المناورات التي تقوم بها الصين تجاه تايوان. الذي اختلف هو أمر جذري. فعلى سبيل المثال، وزارة الدفاع الصينية بهذه الطريقة كانت قد أعلنت اليوم عن مشاركة حاملة الطائرات شاندونغ الصينية لأول مرة في مثل هذه المناورات تجاه تايوان. هذا أمر يعتبر فيه تصعيد خطير للغاية. لم تشارك هذه الحاملة أو حاملة الطائرات سابقا في مثل هذه المناورات. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن كان هنالك تصويرا لشاندونغ وهي تتحرك بهذه الطريقة، الصينيون صوروها متقصدين بأن حاملات الطائرات الآن أصبحت تناور، وهذا يعني بأننا شيئا فشيئا نقترب من التقدم إليك يا تايوان وأن نحقق ما نريده. أيضا في نفس الوقت أن هنالك علامة أخرى، هنا تايوان، هنا الصين، نقترب من هذه الجزر التي ترونها أمامكم. كانت هنالك عملية مناورات مهمة للغاية قد تمت هنا بالنسبة للصين. دعونا نأخذ اللون الأحمر لكي نتأكد من هذه المسألة. طبعا المناورات كانت قريبة من هذه الجزيرة التي ترونها، وكذلك قريبة من هذه النقطة التي ترونها، وهي منطقة تشوفوا هنا بهذا الاتجاه، وكذلك هذه هي بينك تان الجزيرة الصينية طبعا، وهي قريبة للغاية من هذه الجزر التي هي جزيرة ماتسو التي هي تحت سيطرة التايوانيين، وهنالك قوات تايوانية أساسا موجودة في هذه النقطة القريبة للغاية من الأراضي الصينية. هي أقرب إلى الصين من تايوان ولكنها لا زالت تابعة لتايوان، وهنالك قوات تايوانية. وبالتالي المناورات الصينية التي جاءت هنا هي قريبة للغاية في إشارة بأننا سنبتلع الجزر الصغيرة التي تمتلكينها يا تايوان، وبعد ذلك سنتقدم إليك، لن نتوقف أبدا، هذه كلها تابعة لنا. وهذه المناورات بشكل عام هي بنيت على استراتيجية مهمة للغاية للصين، بدأت تظهرها بشكل خطير في 8 أشهر الماضية وفي 3 أيام الماضية. الذي قامت به الصين ببساطة بأنها عملت على عملية من خلال هذه المناورات تطويق كامل لتايوان بهذه الطريقة، مع توجيه ضربات ومحاكاة ضربات أهداف الموجودة في تايوان. وبعد ذلك طبعا بعد هذه الضربات بوابل من الصواريخ الذي تدرب عليه طبعا قريبة من تايوان في لحظات خطيرة للغاية، هي تبحث عن عملية بعد ذلك اجتياح تايوان. وبالتالي الفكرة الأساسية بأنني أغلق كل شيء عليك، أعزلك يا تايوان عن محيطك الخارجي. حتى الولايات المتحدة الأمريكية إن فكرت في الوصول بغواصاتها أو حاملات الطائرات الخاصة بها فنحن موجودون هنا ولن يتمكنوا من إنقاذك يا تايوان، وبالتالي نحن سنحاصر كل شيء، سنقصف، سنسيطر على تايوان، وبأننا خلال ساعة نستطيع التطويق بهذه الطريقة ولن يتمكن أحد من فعل شيء تجاه هذا الأمر عدا أن الصينيين سيتقدمون بهذه الطريقة. والمناورات أساسا هنا بهذا الاتجاه في الشمال الشرقي من النظرة التي ننظرها مباشرة إلى تايوان كانت خطيرة للغاية. صورها التلفزيون الصيني وصور إحدى شركات أو معامل الطاقة الموجودة هنا في شمال شرقي تايوان. عندما تقترب منها هنا بهذه الطريقة ستجد بأنك أمام هذه الشركة أو هذا المصنع الذي ترونه، وأيضا سترى المدخنة العالية طبعا بهذه الطريقة، وهي طبعا كانت واضحة من قبل التلفزيون الصيني الذي صورها. كما تلاحظ هي بعيدة، لنقترب قليلا ستلاحظ بأنها موجودة هنا هذه المدخنة، إن كانت لم تكن واضحة فهي تأتي بهذا الشكل. وبالتالي هم يصورونها ويقولون لهم بأننا وقنا كل شيء من خلال هذه المناورات، إن كان لديكم شك بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة أخرى. وهذا الأمر هو يتوافق مع تقرير مهم قد صدر من قبل الديلي ميل العام الماضي في أغسطس عن مسألة التطويق بتقديرات أمريكية وغربية، كيف الصين ستقوم بهذه المسألة إن أرادت غزو تايوان. ونشروا هذه الخريطة. إذا ما أخذنا هذه الخريطة ستلاحظ أن الصين في كل مكان تحاصر جزيرتي أو
تايوان بأكملها بهذه الطريقة، تعزل كل شيء، تقصفها من كل مكان وتتقدم وتسيطر عليها بهذه البساطة التي نتحدث بها. كذلك هم نوعا ما قاموا بنشر مقطع فيديو يوضح طبيعة المناورات وطبيعة ما يفكرون بالقيام به تجاه تايوان بهذه الطريقة. لاحظ وابل الصواريخ وطبيعة ما ممكن أن يفعلونه تجاه تايوان في تهديد واضح بأننا قادمون أيها التايوانيون هذه المرة. الأمر لم يعد مسحة أو للعب هذه المرة أو للإعلام أبدا، وبالتالي الوضع خطير للغاية. والسؤال هنا، لماذا الصين استنفرت كل هذا الاستنفار؟ لماذا بدأت تصعد بهذه الطريقة؟ الأمر مرتبط طبعا بزيارة قامت بها الرئيسة التايوانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى كاليفورنيا. التقت من خلالها برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، والتقت أيضا معه 17 عضوا من أعضاء الحزبين، من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في نفس الوقت. وهذا الأمر هو الذي استفز طبعا الصينيين. الزيارة كانت الأربعاء الماضي، انتهت الجمعة الماضية، وعادت الرئيسة التايوانية إلى تايوان. بدأت المناورات يوم السبت وانتهت صباحا هذا اليوم الاثنين. وبالنسبة للصين فيها مشكلة هذه الزيارة، لأنها تأتي بعد 8 أشهر فقط من زيارة كنا قد شهدناها من قبل رئيسة مجلس النواب الأمريكي سابقا قبل كيفن مكارثي، وهي نانسي بيلوسي. ذهبت مباشرة إلى تايبي في طبعا تايوان، زارتها بهذا الشكل، وكان الأمر مستفزا للغاية بالنسبة للصينيين. وبعد ذلك تلا هذه الزيارة لنانسي بيلوسي عدد من الوفود من قبل الكونغرس الأمريكي إلى تايوان مرة أخرى في دعم أمريكي غريب. وهنا السؤال الكبير بالنسبة للصينيين الذي يطرحونه على الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تتقاربون بهذا الشكل مع التايوانيين؟ لماذا أنتم تذهبون بهذا الاتجاه وأنتم لا تعترفون أساسا بتايوان؟ كل الدول التي تعترف بتايوان عبارة عن 13 دولة فقط، والولايات المتحدة الأمريكية ليست من ضمن هذه الدول، وتوقفت عن مسألة الاعتراف بتايوان منذ عام 1979. لماذا هذا الاستفزاز أيتها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لكن الأهم بأنهم يريدون إرسال رسالة أيضا للرئيسة التايوانية المتحمسة تماما لعملية استقلال تايوان عن الصين والذهاب إلى العالم الخارجي وإثبات بأنها دولة. بأنهم يريدون أن يبينوا للرئيسة التايوانية بأن الأمور ممكن أن تكون جدية للغاية في فترتها وستكون صعبة للغاية عليها. طبعا هذا الأمر استنفر الأمريكيين بشكل خطير في 3 أيام الماضية، بل حتى في 7 أيام الماضية. فتحركت على سبيل المثال اليوم بحسب أنباء مهمة للغاية جاءت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الصينيين أكدوا أن المدمرة الأمريكية USS ميليس كانت قد تحركت تجاه بحر الصين الجنوبي، وهي كانت موجودة أثناء هذه المناورات الصينية صباح هذا اليوم. كذلك القيادة الأمريكية التي هي طبعا القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ كانت قد أعلنت عن وصول طائرة أو القاذفة النووية الكبيرة والعملاقة الأمريكية B-52 إلى جزيرة غوام التي تأتي طبعا خلف تايوان، وتعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية نقطة مهمة لعملية حماية تايوان في حالة الصين ما قررت عملية اجتياح تايوان. ووصول هذه القاذفة النووية هو يأتي بعد 7 أيام فقط من إعلان قادم من ستار and Stripes الأمريكية المقربة من الجيش الأمريكي، التي أكدت في 3 أبريل قبل 7 أيام كما تحدثنا بوصول 4 طائرات من طائرات B-52 هذه القاذفة النووية الخطيرة للغاية. وبالتالي أنت أمام 5 طائرات من طائرات B-52 حاضرة تماما لأي عملية اجتياح صيني لتايوان، وهي توضح لك خطورة الأمور وكيف أنها خطيرة للغاية هذه المرة مقارنة بأي مرة قد سبقتها. وطبعا مايكل ماكول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يوم أمس على فوكس نيوز كان قد وضح بأننا نضع على الطاولة وندرس إرسالة قوات أمريكية إلى تايوان لحماية تايوان. ليندي غراهام السيناتور الجمهورية الأمريكي المعروف والمخضرم طبعا اتفق مع هذا الأمر، وقال أيضا في نفس الوقت بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبين للصين في ظل هذه العملية وعملية الحصار وتطويق تايوان، إن قمت بتطويق تايوان ومحاصرتها فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاصرك أيتها الصين. وهذا ما يجب أن نرسله من رسالة واضحة كأمريكيين للصين لكي نبعدها من التفكير من
من الوصول إلى تايوان بأي شكل من الأشكال. هذه التصريحات القادمة من مايكل ماكول، من ليندي غراهام، كلها تأتي متناسقة تماما مع ما صدر من الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه العام الماضي في سبتمبر، عندما قال بأننا سندافع عن تايوان إذا الصين اعتدت أو حاولت غزو تايوان، أي أننا سندخل بالحرب المباشرة مع الصين للدفاع عن تايوان. وهذا الأمر طبعا يجعل الأمور مختلفة عما جرى بين روسيا وبين أوكرانيا. فطبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا في يناير 26 من يناير من عام 2022 قبل بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال سنفرض عليك عقوبات يا بوتين إن حاولت الدخول إلى أوكرانيا. وهذا ما يعتقد ويجعل البعض يعتقدون وخاصة من الحزب الجمهوري أن هذا الأمر شجع بوتين على اقتحام أوكرانيا، وبالتالي عقوبات بالنسبة لروسيا عندما تأتي إلى أوكرانيا، ولكن الدخول في حرب مباشرة مع الصين إذا حاولت على تايوان. وهذا ما جعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يصرح وأن يكتب هذه العبارة التي أثارت الكثير من الجدل على منصته الخاصة بأننا أمام الحرب العالمية الثالثة وهي قادمة لا محالة، في إشارة إلى ممكن أن يجري مع الصين بشكل مباشر. وهنالك أهمية طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لماذا هم يأخذون الأمور بجدية عندما تأتي الأمور إلى تايوان على المستوى العسكري؟ فهنا كما نلاحظ إذا ما حاولنا أن نأخذ من الأمور من وجهة نظر الصين، لماذا هذا الأمر يعتبر مهما للأمريكيين ويريدون القتال من أجله، وأيضا مهم بالنسبة للصينيين. طبعا هنا كما تلاحظ بأنك أمام اليابان هنا لكي نوضح لكم، وكذلك بأنك أيضا أمام كوريا الجنوبية هنا، وهذه هي كوريا الشمالية ببساطة. بالنسبة للأمريكيين طبعا هم يشكلون عبارة عن سلسلة مهمة للغاية مع حلفائهم، كوريا الجنوبية حليف الولايات المتحدة، اليابان حليف الولايات المتحدة، هم يشكلون سلسلة مهمة مع تايوان كذلك، والجزر الموجودة هذه هي تايوان الحليف الولايات المتحدة أيضا. وستلاحظ بأننا أيضا مع الفلبين، هي تشكل نوع من الطوق الموجود على الصينيين بهذا الشكل على المستوى التجاري. ممكن الولايات المتحدة أن تستخدم هذا الطوق في فرض العقوبات على الصين، وبالتالي الولايات المتحدة موجودة في كل مكان، لديها نفوذ في كل نقطة هنا وترى كل ما يجري. وبالتالي أن الصينيين إذا ما قرروا عملية اجتياح تايوان وجعلها نقطة صينية مهمة بالنسبة لهم، فهذا سيغير المعادلة تماما، سيكسر أولا ما نتحدث عنه من هذه السلسلة التي رأيتمونها الآن، وهي ستجعل الولايات المتحدة الأمريكية أولا خارج النطاق، وستفتح طبعا المياه بالنسبة للصينيين لكي ينطلقوا بهذه الطريقة، ينطلقوا إلى المياه العالمية على مستوى القوات العسكرية وغيرها والبحرية الصينية. بالإضافة إلى ذلك سيمكنهم إلى السيطرة مباشرة على بحر الصين الجنوبي وكذلك على بحر الصين الشرقي هنا، وأيضا سيعطيهم سيطرة على إمدادات الطاقة القادمة من هذه المنطقة تحديدا إلى اليابان وكذلك إلى كوريا الجنوبية. وهذا ما سيؤدي في ببساطة أن تستخدم الصين إمدادات الطاقة هنا وأن تضع ضغطا كبيرا جدا على كوريا الجنوبية وعلى اليابان بأن عليك التعامل معي وعليك أن تترك الولايات المتحدة الأمريكية أو تخففي من تحالفاتك. وهنا بشكل أو بآخر ترى بأن الصين فجأة ستؤثر وبأن اليابان وكوريا الجنوبية ستضطر للتعامل مع الصين في ظل هذا السيناريو الذي نتحدث عنه، لأنها لا تريد مشاكلا بالطاقة أبدا، وكذلك أن كوريا الشمالية ستكون في نقطة قوية، وهذا ما تنتبه له الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الأمر سيجعل الصين قوة عالمية خطيرة صاعدة، وسيؤدي ببساطة إلى أن تصبح الصين فعلا دولة أو الدولة العظمى رقم واحد على العالم وتتعدى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الولايات المتحدة لا تمزح أبدا عندما تأتي الأمور إلى تايوان وتريد الضغط قدر الإمكان من أجل الدفاع عن هذه المنطقة. وطبعا الأمور عندما نقارنها، هل فعلا أن هذا الأمر سيحدث؟ هل الصين قادرة أساسا على السيطرة على تايوان خاصة بعدما رأيناه في أوكرانيا من قبل الروس تجاه الأوكرانيين؟ الكل كان يعتقد خلال يومين أو ثلاثة تسيطر الروسي بأكملها على كييف وعلى أوكرانيا ويغير النظام بأكمله. الأمر لم يحدث أبدا والأمر أدى إلى فشل لم يتوقعه أحد،
فالقوات الروسية توقفت عن التقدم عن كييف وانسحبت، عن خاركيف وانسحبت، كل هذه المناطق انسحبت منها طبعا التي ترونها، وحتى خيرسون انسحبت إلى خلف نهر الدنيبر. هنالك هجوم قادم إلى جنوب أوكرانيا كما يتوقع البعض باتجاه زاباروجيا وكذلك باتجاه خيرسون من أجل الوصول إلى حدود شبه جزيرة القرم وحتى المنطقة التي تتقدم فيها قوات فاغنر ألا وهي باخموت. فالتقدم بطيء وشهور حتى يتقدمون ويحققون الكثير، بالتالي روسيا واجهت صعوبات كثيرة. وأيضا يجب أن نتذكر أن الحدود البرية بين أوكرانيا وبين روسيا تصل على مسافة ما يقارب 2000 كيلومتر، يعني أنها بر، الأمور برية وسهلة، تتقدم الدبابات والمدرعات والجنود. لكن بالنسبة لتايوان الأمر مختلف، فعندما نتحدث عن تايوان نحن أمام طبعا مياه كما ترون، وأن المسافة بين الأراضي الصينية والتايوانية هي 130 كيلومترا، بمعنى آخر بأن الصينيين بمجرد ما يفكرون في عملية التقدم مباشرة بالمياه فإنهم يحتاجون إلى ساعات للوصول إلى تايوان. ويجب أن ننتبه أيضا أن تايوان لديها جزر أساسا موجودة هنا وجزيرة أخرى هنا تقريبا في هذه المنطقة، هي قريبة من الصين ولكنها تابعة لها، وتتواجد فيها أساسا منظومات رادارية مهمة للغاية وكذلك محصنة بشكل كبير، من الممكن أن تساعد التايوانيين أساسا على أن يلاحظوا بأن هنالك هجوما مائيا كبيرا يأتي على مناطقهم، وبالتالي يستطيعون ببساطة أن يجعل هذا الأمر طبعا بالنسبة للقوات الصينية أن تصبح هدفا سهلا للضربات الصاروخية الكبيرة القادمة من قبل التايوانيين تجاه الصين، مما يؤدي طبعا إلى إرهاقهم بشكل كبير. أيضا رغم أن الصين تتمتع بقدرة كبيرة جدا، الجيش الصيني يصل تعداده إلى 2 مليون جندي طبعا مقارنة ب 163 ألفا فقط من الجنود التايوانيين، ولكن لتايوان هنالك جيش احتياطي، والجيش الاحتياطي يصل عدده إلى 1.6 مليون جندي، وهنالك ما يقارب 24 مليون نسمة من التايوانيين. الجغرافيا ليست معها، التعداد ليست معها، ولكن التايوانيين يمتلكون الأسلحة والقدرات، وحتى أنهم يمتلكون نقاطا جبلية هنا، هذه منطقة جبلية كبيرة مدفونة، حتى لو الصينيين حاولوا من عملية توجيه ضربات عنيفة بالجو على سبيل المثال، وهو ما ستفعله طبعا بالنسبة للقوات الصينية، بأنها ستقوم بالهجوم جويا، ستضرب بقوة هذه المنطقة، ستحاول من عزلها كما تحدثنا بالسفن، ولكن المشكلة أن لديها ممكن للتايوانيين أن يعلموا بهذه الأمور، أن يعرفوا بأن هنالك هجوما قادما ستحتاج هذه السفن لوقت لكي تصل. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من جزر مثل أوكيناوا اليابانية التي ترونها، التي تتواجد فيها أساسا القوات وتواجد الولايات المتحدة الأمريكية موجودة، ستكون قادرة على الوصول إلى هذه المنطقة وحتى قادمة من جزيرة غوام من أجل الدفاع عن تايوان. وبالتالي بالنسبة للتايوانيين يمتلكون فرصا للنجاح لإبطاء هذه التقدم، وحتى إنهم يعرفون تماما من أين تنطلق الطائرات والصواريخ القادمة من الأراضي الصينية، وهم لديهم صواريخ قادرة على تحقيق ضربات في العمق الصيني في حالة أن الصين فكرت بمثل هذا الأمر، وهو الذي سيربك الصينيين كثيرا في معركة قد تكون غريبة على العالم بأكمله كما حدث في أوكرانيا. فهذه نوعية الصواريخ التي طبعا يعرفونها بالنسبة للقوات التايوانية والتي يمتلكونها القوات التايوانية تصل إلى 2200 كيلومتر على سبيل المثال. وهنا كما تلاحظ بأنك أمام الرينج الخاص أو النقاط الخاصة بالتايوانيين والمدى الخاص بالصواريخ، لاحظ كيف تصل إلى كل هذه النقاط. وبالتالي بالنسبة لهم وزارة الدفاع الأمريكية حددت كل النقاط الصينية التي تتواجد فيها الصواريخ والطائرات وغيرها تجاه تايوان، والتي ستستخدم في العملية الصينية تجاه تايوان إن قررت بذلك. وبالتالي لاحظ أن الصواريخ التايوانية تصل إلى كل هذه المديات إلى العمق الصيني، يعني أنهم قادرين على إزعاج تماما الصينيين في حال تفكروا. التايوانيين يستطيعون إزعاج الصينيين إن فكروا في الوصول إلى أي نتيجة، حتى أن كانت هنالك لقطات يجب أن نلقي نظرة عليها هنا في هذه الشاشة لكي ننتبه إلى طبيعة جزء من المناورات التي أظهرت الراجمات الصاروخية الصينية تحديدا هنا في السواحل، التي بعضها كان في غوانزو على سبيل المثال. وكما نلاحظ هنا من هذه اللقطات ستلاحظ أن الطائرات وبعض الراجمات الصاروخية الخطيرة هذه التي تشكل خطرا على التايوانيين، هي لديها قدرات عالية للغاية، ولكن أيضا
بهذا التصوير هم كشفوا نوعا ما موقع هذه الراجمات الصاروخية، ويجب أيضا أن نلقي نظرة على هذه المسألة الخطيرة للغاية. طبعا بالنسبة لهذه اللقطة الليلية أنت ستلاحظ بأنك أمام مبنى واضح، أمام ساحة تتواجد فيها هذه طبعا الراجمات الصاروخية، وأمام شارع هنا منطقة مفتوحة لا مباني واضحة طبعا في هذه المنطقة. وأيضا من لقطة أخرى قد ظهرت بأنك ستلاحظ أمام منصة نوعا ما يأتي لونها أحمر من الساحة، نفس الساحة تماما التي تقف فيها هذه الراجمات الصاروخية. وأيضا لقطة أخرى للراجمات الصاروخية الصينية تحديدا مع المناورات التي قامت بها بحسب توثيق طبعا التلفزيون الصيني هنا، أنت ستلاحظ بأن هذه الراجمات تقف على طريق واضح جدا، وأيضا أمام مسافة بين الأشجار هنا وهنا، وكذلك بأن هنالك أشجار نوعا ما هي تأتي خلفها وتوجه الضربات بهذا الاتجاه الذي ترونه. عدد من الجزر هي التي كانت تتم منها المناورات، واحدة منها هي غوانزو. دعونا نقترب من غوانزو التي كانت فيها كثافة نارية كبيرة جدا. هذه غوانزو التي ترونها عندما تتوقف هنا، فدعونا نحاول أن نأخذ المناطق الساحلية هنا ونحاول أن نبحث عن نقطة فيها أشجار فيها نوع من عدم تواجد للمباني طبعا، وبالتالي دعونا نقترب من هذه المنطقة. إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة قليلا فسنلاحظ بأننا أمام عدد من النقاط الساحلية الصينية، وبأنك سترى ليس هنالك الكثير من الأشجار في هذه النقاط إلا في نقطة واحدة، وهي هذه النقطة التي نقترب منها تحديدا في غوانزو الصينية. وعندما تقترب من هذه النقطة ومن هذه الساحة ونتجه إلى اليمين قليلا، فإننا سنجد بأننا ببساطة رغم الظلام رغم اللقطة السريعة نحن أمام نفس العلامات أمام هذه المنصة أو المبنى الذي كان بالخلف. هذه هي الساحة وهذه هي طبعا المنصة التي كانت نوعا ما فيها صعود، وهذا هو الطريق الذي نراه، ليست هنالك مباني واضحة. أيضا إذا ما ابتعدنا من اللقطة قليلا هنا لكي نعرف من أين كانت تعمل هذه الراجمات الصاروخية تجاه تايوان، فإنك ستجد أيضا بالاقتراب من مجموعة الأشجار هنا ستجد بأنك طريق أشجار، منطقة مفتوحة ومنطقة هنا مفتوحة بين الأشجار تجاه المياه كما نتحدث، وعلى ما يبدو بأنها تجاه مضيق مهم ألا وهو مضيق تايوان. وبالتالي هذه هي النقاط واضحة جدا، كل شيء متطابق، وبالتالي الراجمات كانت تضرب بهذا الشكل وبهذا الاتجاه. وعندما ترى أين كانت تضرب هذه الراجمات الصاروخية الصينية، فإننا سنلاحظ بأنها كانت تضرب باتجاه تايوان، قريبة من تايوان بالنسبة للقوات الصينية، وهو يوضح بأن هذه نقطة مرشح تماما أن تكون خطيرة للغاية بالنسبة للقوات الصينية، ومن الممكن أن تكون في نقطة صعبة للغاية بالنسبة للصين طبعا إن ما دخلت في مثل هذه المواجهة. وتبقى الأسئلة، هل سيحدث هذا الأمر أم إن المسألة هي مسألة وقت؟